بسم الله الرحمن الرحيم. أفعل التفضيل، أفعل التفضيل ضعيف من قبلي أنه ليس كاسم الفاعل، لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث، واضح؟ إلا إذا عليه بأل فهو ضعيف. لذلك قالوا يرفع الظاهرة في كل لغة، يرفع الضمير، يرفع الضمير في كل لغة. تقول زيد أكرم من عامل أكرمه، هو في ضمير، واضح؟ وسمع سيبويه رفعه الظاهرة من العرب، سمع من العرب مررت برجل أكرم منه أبوه، مررت برجل أكرم منه أبوه، أبوه مرفوع بأكرم، واضح؟ هذا نادر، سمع قليلا، والأكثر أن يقولوا مررت برجل أكرم منه أبوه، أكرم خبر وأبوه مبتدأ متأخر، واضح أبوي؟ هذا معنى قوله ويرفع الظاهر نزل قليل. ومتى عاقب فعلا؟ إذا صلح محله فعل، صلح محله فعل، انجبر ضعفه، انجبر ضعفه وعدم مشابهة اسم الفاعل، في هذه الحالة يرفع ظاهرا. وذلك في مثال عند النحاة مشهور يسمونه مثال الكحل، ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد. الشروط أربعة: أن يكون الكلام نفيا أو شبهه، وأن يكون أفعل التفضيل يقع موقعه فعل، وأن يكون مرفوعه أجنبيا مفضلا على نفسه باعتباره. أربعة شروط: ما رأيت هذا نفي، رجلا أحسن في عينه الكحل، أحسن تستطيع أن تقول يحسن، ما رأيت رجلا يحسن في عينه الكحل، انجبر ضعفه خلفه فعل، واضح؟ قرب قليلا من اسم الفاعل، اسم الفاعل يخلف الفعل، مرفوعه أجنبي ليس سببيا، ليس فيه ضمير يعود على رجل، ما رأيت رجلا أحسن في عين الكحل، الكحل أجنبي عن رجلا ليس ضمير، ومفضل على نفسه باعتباره. إذا كان في عين زيد يكون جميل، إذا كان في عين واحد ثاني ما يكون جميل، واضح هذا؟ أربع شروط. أنا أقول ورفعه الظاهر نزر، ومتى عاقب فعلا فكثيرا ثبت، عاقب فعلا هذا أحد الشروط، وبقية الشروط حولك على المثال، حولك على المثال، المثال نفي والمرفوع أجنبي، واضح؟ والفعل يخلفه ومرفوعه مفضل على نفسه باعتبارين، أربع شروط، واضح؟ وكذلك شبه النفي، تقول لا يكون أحد أحب إليه الخير منك، هذا نفي، هذا نهي، نهي شبه النفي، أبوي. وكذلك الاستفهام، تقول هل رأيت أحدا أحب إليه الخير منه على على محمد، واضح؟ هذا قوله. قال الأجنبي هذا يحيط به ضميران، أولهما للموصوف والثاني للظاهر، ما رأيت رجلا أحسن في عينه هي، هي رجع الموصوف اللي هو رجل، الكحل من هو رجع الكحل، واضح؟ وقد يحذف الضمير هذا ويخلفه الظاهر أو المحل أو صاحب المحل. لك أن تقول ثلاث صيغ، تقول ما رأيت رجلا أجمل في عينه الكحل منه في عين زيد، من كحل عين زيد خلفه الظاهر، أو المحل من عين زيد، أو صاحب عين زيد المحل، الكحل فين محطوط؟ فين محطوط الكحل؟ فين حطيته؟ في العين، هذا المحل، أو صاحب المحل من زيد، تحلف مضاف أو مضافين، لك ثلاث صيغ، ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل من كحل عين زيد، من عين زيد، من زيد، واضح؟ مر بك. وما يلي المضاف يأتي خلف عنه في الإعراب إذا ما حذف، واضح؟ أنا قوله كلن ترى في الناس من رفيقي أولى به الفضل من الصديق، لن ترى في الناس من رفيق أولى به الفضل، الفضل، الفضل مرفوع بأولى، من الصديق رضي الله عنهم، من ولاية الفضل بالصديق أو من الصديق، واضح؟ واضح هذا؟ قال بعضهم أفعل التفضيل ينصب مفعولا، إيش رأيك؟ قال بعض العرب وأضربوا منا بالسيوف القوانس، يندح أصحابه قومهم، وأضربوا منا بالسيوف القوانس، قونس الفرس، يصف قومه بأنهم يذبحون الخيل كثيرا، وأضربوا منا، أضرب نصبت القوانس، واضح أبوي؟ قالوا كذلك ربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا، قالوا سبيلا منصوب بأهدى مفعول به، لأنه ليس فاعل في المعنى. أفعل التفضيل
ينصب فاعل في المعنى أبوي أنت على منزل مر بك والفاعل المعنى نصبا بأفعل قالوا ما دام ليس فاعل في المعنى فهو مفعول به والله أعلم لكن أغلب النحاة على ما قلت لك أفعل التفضيل ضعيف الشبه بالفعل ضعيف الشبه باسم الفاعل ولذلك يرفع الضمير في كل لغة ولا يرفع الظاهر إلا في مثل الكحل والمفعول لا ينصبه فهنا محصل